هلا حكينا عن المثلث القائم اللي فيه زاوية 90، وحكينا عن المثلث المتساوي الساقين اللي فيه ضلعين متساويين. هلا النوع الثالث اسمه الإكوليترال ترينجل أو الإشكنر بالتركي، بيقولوا له المثلث المتساوي الأضلاع. طيب المثلث المتساوي الأضلاع أصدقائي هو عبارة عن مثلث زوايا 60 60 و 60. ليش؟ دائما في شغلة لازم نعرفها بالمثلثات، أنا عندي ضلعين متساويين يعني عندي زاويتين متساويتين، عندي على سبيل المثال 3 أضلاع متساوية يعني هدول الثلاثة متساويين، فلازم يكون عندي 3 زوايا شو؟ متساوية. طيب معناتها هاي كمان شو؟ راح تكون 1000. طيب كثير جميل. هلا إذا صار عندي 3 ألفايات، ثواني، 3 ألفة هون، ألفة كمان، 3 ألفة قديش مجموعهم؟ 180. إذا قسمت على 3 لألفة الوحدة 60، معناته المثلث المتساوي الأضلاع زوايا 60 60 60. في أي مشكلة فيها؟ طيب أنا عندي، ثواني اسلم النظرة، هيا وملك، تمام. أنا عندي أصدقائي 3 زوايا متساوية، قال مو بس 3 زوايا وثلاث أضلاع، وهذا الشيء الكتير مهم طبعا إنه 3 أضلاع متساوية. أصدقائي هلأ شغلنا الأكثر رح يكون على الأضلاع. طيب لنفرض إنه الزاوية الداخلية قلنا نحن عندنا 60 وهي 60 دائما، طب قد ايه بتكون الخارجية أصدقائي؟ هذا بيعرف؟ 120 120. ليش؟ لأنه كل هي الزاوية 180، إذا اللي جوا 60 قد ايه بقي له اللي برا؟ 120. طيب تعالوا ننزل بقى على قواعد المثلث المتساوي الأضلاع. طيب قال أنا عندي المثلث A B و C، وهذا H. قال أصدقائي نحن عندنا هذا المثلث المتساوي الساقين أو الأضلاع ستينات. طيب هذا اللي رسمته أنا شو؟ شو بيعمل على الـ RH؟ تعالوا لكم هلا لنفرض انه ماله موجود، الزوايا حتكون 3 ستينات. اكتبوا لنا ملاحظة هون زكاتكم او على الدفتر، اكتبوها في المثلث المتساوي الأضلاع في المثلث المتساوي الأضلاع الارتفاع هو متوسط ومنصف. يعني في ميديان المثلث وهايت. تمام. شوف يعني إذا نزلت هون أنا هاي اللي هو ارتفاع، شو ميزاته هذا الارتفاع أصدقائي؟ قال مو بس رح يكون بشكل زاوية 90، رح يكون ميديان متوسط، ورح يكون باي سيكتور منصف، يعني هي 30 هي شو بتكون؟ 30. شوفوا هون أوضح، نزل ارتفاع صارت هي آ 2 وهي آ 2 وهي 30 وهي 30، يعني منصف متوسط ارتفاع. قال لوين بدك توصل؟ تعالوا لكم وين بدنا نوصل. هلا ركزوا معي شوي اصدقائي، شوفوا. هلا نحن عندنا اذا بننتبه هون 30 هون 60 هون 90، كأنه صار عندي مثلث شهير، متذكرينه هذا المثلث؟
ولا لا؟ نسيته. بلى. المقابل لـ90 مثلا 2a، المقابل لـ30 هو a، مقابل لـ90 هو a جذر لـ3. طيب كثير جميل، ركزوا بالمثلث اللي هو عاطينا اياه يعني. المقابل لـ90 هو a، طيب المقابل لـ30 نصه، نص الآ قديش؟ آ على 2. شوفوا، طب المقابل لـ60 شو بيكون؟ المقابل لـ60 هو نفسه المقابل لـ30 بس بشو مضروب؟ بالراديكال 3، جذر 3. طيب معناتها بهذا المثلث اللي عندي أنا، إذا المقابل لـ30 هو آ على 2، معناتها المقابل لـ60 شو بيكون؟ آ على 2 بشو مضروب؟ بجذر لـ3. فقال فيني أحسب الارتفاع بسرعة، مثلا أنا عندي مثلث متساوي الأضلاع، ستينات، إذا نزلت ارتفاع مثلا طول الضلع 5 مثلا، بروح بقول هذا الارتفاع شو يساوي؟ 5 بقسمها على 2 وبضربها بشو؟ بجذر 3. شوف الآ قسمها على 2 وبشو ضربها؟ بجذر 3. مثلا مثلث ثاني هذا 6 بده الارتفاع، بقسم الستة على 2 وبضرب بجذر لـ3. هاي هي 6 على 2 طبعا 3 جذر لـ3. وصلت؟ في حدا بده اي اعاده؟ ممتاز. طيب شو هي؟ طيب هاي بنأجلها لدرس المساحة، موجودة نفسها بدرس المساحة لحتى نفهمها أكثر. هاي بتعتمد على المساحة، لسه ما أخذنا المساحة. طب اعملوا لكم نظرة هون أصدقائي، شوف عم يقول A B يساوي B C يساوي A C، معناتها 60 60 و60. طيب مو هذا متوسط؟ معناتها هذا شو بيكون؟ 90. نحن اتفقنا انه الارتفاع بيكون متوسط ومنصف، طب اذا كان متوسط بيكون ارتفاع منصف، معناتها هذا 30. طيب نحن اتفقنا على شغله، اذا هذا المقابل لـ30 هو A، المقابل لـ60 هو A جذر 3، معناتها الـ A شو هي؟ 3، والمقابل لـ90 بيكون ضعفه يعني 6. هاي هي اصدقائي، وصلت؟ عيد شيء. طيب ممكن بس تعطوني 5 دقائق بس، خليكم على شو اسمه على الرابط، بس 5 دقائق وبنرجع. معلش اصدقائي ضروري كتير.
السلام عليكم، بعتذر كثير أصدقائي بس كان الأمر ضروري. يلا نرجع، نحن مشاركين الشاشة. شوف لا الله الله، ثواني بس، كأنه لحاله لغى المشاركة. طيب مين كأنه في حدا صار عم يسجل. مين صار الأدمن؟ لا، صار في مشكلة كبيرة. ملك الجديدة. ملك ملك الجديدة، يا ملك عم تسمعينا؟ عم تسجل ملك، خلاص ما في مشكلة، عم يسجل عنده. يلا نرجع. طيب يلا نكمل أصدقائي. السؤال اللي قبله كان في أي مشكلة؟ اللي لا حليناه آخر شيء. طيب يلا نرجع، هلا صرنا هون. شوفوا القاعدة، هاي قاعدة ما فيها أي مشكلة وكتير سهلة. قال بيعطينا مثلث، هذا المثلث A B سي، بيختار نقطة داخل هالمثلث، تمام؟ وبيرسم ثلاث مستقيمات. طيب هدول الثلاث مستقيمات شو هن؟ شو بيعملوا؟ طيب هدول هن ثلاث مستقيمات، طلعوا على الرسمة الرئيسية، هاي النقطة بي اللي اختارها، طبعا نقطة عشوائية أصدقائي، يعني ما لها أي ترتيب. طيب هاي هي البي، قال بعدها رسم ثلاث مستقيمات موازية. طيب ما في أي مشكلة، يعني هذا AC يوازي PF، نعرف شو يعني يوازي، parallel له. طيب بعدين ال PE يوازي ال BC وال PD يوازي ال AB. طبعا هي القاعدة متى نستعملها؟ حصرا في المثلث المتساوي الأضلاع، الإكويلاترال ترينجل أو الإشكنر، نفس المعنى. طيب قال معناتها بمثلث متساوي الأضلاع، يعني الزوايا هون 60 أصدقائي، الثلاث زوايا 60. طيب شو في كمان قال؟ قال ما حكيت القاعدة لسه، تعالوا أقول لكم شو القاعدة أصدقائي. هلا طلعوا على اف بي وبي اي وبي دي، إذا جمعتوا الثلاثة قال بي اف زائد بي اي زائد بي دي رح يساوي طول الضلع A B ولا A C ولا B C، أي واحد منهم، ما الثلاثة نفس بعضهم، إذا هذا A هذا A هذا A، فالمجموع الثلاثة شو رح يساوي؟ A بس. هي هي، صعب كتير؟ في شي يعيده؟ لا عندنا وجه جديد، جالكسي نوت، يا أهلا وسهلا. ما عم يسمعنا. طيب يلا أصدقائي ننزل على القاعدة اللي بعدها. هلا طبعا هون في سؤال بعتقد لازم تحلوا لحالكم، شوفوا شو بده، يلا حاولوا لنا فيه انتم. واللابتوب راح يفصل، يلا حلوا من هون وقت الشاحن. هذا طلع معه الحال 16 طيب 42 تماما. بدنا نقرا شو بده اصدقائي، اقراوا. طب اول شيء بده المحيط، ثاني شغله عم يقول ال NK هي 4، NM هي 7، NL هي 5، بده البيريمتر اللي هو المحيط. طيب مجموع الاضلاع الثلاثه هدول 4 و5 و7 متفقنا انه هو
احد الاضلاع اما بي سي او ا سي او ا بي، يعني هذا راح يكون 5 و7 12 و4 16. طيب معناته الضلع هذا 16 والضلع هذا 16 والضلع هذا 16. طيب هو بده البيريمتر يعني المحيط بالعربي، التشيفري بالتركي. طيب المحيط هو مجموع اطوال الاضلاع، 3 16 قديش؟ 48. وصلت اصدقائي؟ مصر. اذا في اي مشكله خبروني دغري. طيب يا ملاك عم تسمعيني؟ اي ملاك؟ لا مو انت، مو انت، ملاك الثاني، ملاك الهوست، بس كأنه عم تسجل بما انه عم يطلع ريكوردينج، عم تسجل. طيب ما في مشكلة، ما عم تسمعنا. هلا ركزوا معي بالقاعدة اللي بعدها. طبعا القاعدة اللي بعدها نفس الشيء كليا. قبل شوي اخترنا نقطة ورسمنا مستقيمات موازية للأضلاع. هلا قال ما رح نرسم مستقيمات موازية للأضلاع. طب شو رح ترسم؟ قال رح نرسم ثلاث مستقيمات بشكل زاوية 90، 1، 2، و3، حتى هتشكل زاوية 90. طيب قبل شوي لما جمعت الأضلاع الثلاثة، وين القاعدة؟ ليكا، لما جمعنا الأضلاع الثلاثة أصدقائي PF و PE و PD قلنا يساووا الضلع. طيب إذا جمعت المستقيمات اللي شكلوا زاوية 90 كمان بيساووا الضلع؟ قال لا، لما بيكون في عندي مستقيمات زواياهم 90 معناته أنا محتاج مستقيم كبير زاويته 90. طب أنا عندي ثلاث مستقيمات زاويتهم 90، PF و PD و PE. طيب هدول مين بيساووا؟ قال هدول بيساووا أصدقائي الارتفاع النازل من A. ما شكل هذا الارتفاع زاوية 90؟ هذا الهاي، طالما الهاي تشكل زاوية 90 شوفوا صاروا نفس الزوايا، فهون بقدر طلع قاعدة. فقال مجموع هدول الثلاثة يساوي الارتفاع الرئيسي اللي هو PH. هاي هي. وصلت شوي ولا نعيد؟ وصلت شكلها. حلو نفسه. يلا أصدقائي، عسري عديه الجواب. 9. 9 ممتاز. منقول هون 2، هون 3، هون 4، 2 زائد 3 زائد 4، 7 و 2 9. هو بده الارتفاع هذا. طيب لنفرض، او مو هلا، اللي بعده، يلا اللي بعده. هلا بيمرق معنا اسئله من هالنوعيه. هلا شوفوا نفس القاعده، نفس القاعده اللي اخذناها قبل شوي، بس النقطه اللي اختارها قبل شوي داخل المثلث، هون او هون او هون، لكن هلا وين النقطه اللي اختارها؟ خارج المثلث، يعني هون اختار نقطة خارجية أصدقائي، ورسم ثلاث مستقيمات عمودية. طب شو بتفرق هاي القاعدة عن هذه؟ قبل شوي لما رسمنا ثلاث مستقيمات عمودية قلنا مجموع هدول المستقيمات يعني هاد زائد هاد زائد هاد يساوي الارتفاع. طب هون شو بقول الآن؟ شوفوا شو بقول، نفس القاعدة تقريبا، في فرق بسيط جدا. شو هو؟ شوفوا بقول PE زائد PF. ليش قلت زائد PF؟ قال شوفوا PE و PF ما لهم أي علاقة، أي ارتباط بالمثلث، لكن ال PD نزل على مين هذا المستقيم؟ نزل على الضلع BC تماما، داخل الضلع. أما PE و PF خارج المثلث، صح؟ فشوفوا شو بقول، PE زائد PF ناقص اللي نازل على الضلع الرئيسي. مين هو اللي نازل على الضلع؟ PD. شو بيساوي هذا؟ بيساوي هذا RH اللي هو H. وصلت؟
يلا حلوا لي السؤال أصدقائي. دي قديش؟ دي دي بس دي نعمل نظرة على دي. طبعا بتقول أربعة جزرة ثلاثة. طيب ركزوا معي، برافو. هلا أول شغلة هون أعطيني ارتفاعات، طب هون مو راسم لي الارتفاعات، قال أنا برسم الارتفاع، شو المشكلة؟ شوف برسم هيك مستقيم شو؟ عمودي. هلا في القاعدة هاي النقطة اللي اخترناها اللي هي اي خارج المثلث، طيب معناتها بقول 4 زائد 5 ناقص المتعلق به 4 و5 9 ناقص 3 بقي 6. طيب متفقنا على شغلة نحن انه هي 60 وهي 90 فهي 30. طيب كان في قاعدة اصدقائي للمرة المليون من اولى المثلث 30 60 90. تركزوا معي، المقابل ل 30 هو A، المقابل ل 90 2 A، المقابل ل 60 شو بيكون؟ A جذر 3. طب ال 6 مو هو مقابل ل 60؟ معناته ال 6 هو ال A جذر 3 وال 30 هو A وال 90 هو 2 A المقابل ل 90. طيب معناته ال 6 هي A جذر 3. تعالوا نحسب A، بنقسم على قديش؟ جذر 3، فآ تساوي 6 على جذر 3. طبعا مشان الاختصارات شوفوا ال 6 رح اكتبها 2 ضرب 3 على جذر 3. طيب ال 3 شو هي يا اصدقائي؟ ال 3 هي جذر 3 ضرب جذر 3. هي قاعده وكتبتها مره بتذكر، دائما آ تساوي جذر الآ ضرب جذر الآ، ف 3 تساوي جذر 3 ضرب جذر 3، جذر 3 مع جذر 3 طاروا، بقي عندي 2 جذر 3. هلا هذا مين؟ هذا الـ A. هو مين بده؟ بده الـ 2A. طب الـ 2A شو هو؟ 4 جذر 3. هاي هي. وصل؟ هاي فصلناه بالتفصيل الممل الممل. يلا اللي بعده أصدقائي. طب هذا كأنه أخذناه قبل شوي، حذكركم بالقاعدة بس على السريع مرة تانية بس مشان ما ننساها. ليك ركزوا معي شوي، لما اخترنا نقطة داخل المثلث ورسمنا ثلاث مستقيمات متوازية 1 2 3، هدول المستقيمات المتوازية أصدقائي قلنا مجموع PF زائد PE زائد BD يساوي الضلع. طيب بركي كان هاد أو هي النقطة خارج الشكل مثل هون، يعني هو اختار نقطة هي النقطة خارجية هيك، اختار النقطة P هي النقطة خارج المثلث ليكو المثلث الرئيسي أصدقائي، هو ما قرب على داخل المثلث. طيب ركزوا معي شوي، رسم ثلاث مستقيمات متوازية. شو يعني متوازية؟ يعني الـ PD مع AC على نفس الاستقامة، والـ AB مع الـ PF، والـ BC مع PE. نفس القاعدة اللي قبل شوي أخذناها، مين هن المستقيمين الغير متعلقين؟ المستقيمين الغير متعلقين بالمثلث هن PD و PE. فبقول
PD زائد PE من هو المستقيم المتعلق بالضلع بأحد أضلاع المثلث؟ PF متعلق ب BC، فبقول ناقص PF شو يساوي؟ يساوي الـ A. طبعا نحن رح نفرض الأضلاع هي A، رح أكتبها هون. وصلت؟ طيب هيك بيكون الدرس خلص. هلا حنحل شوي. يلا طبعت الكتب يا هيا؟ ايه طبعتهم. ايه الحمد لله. واخيرا اخيرا عن جد. يلا هلا طبعا في شغله انتم خصوصا يعني هيا والشاب الجديد وملاك الجديده، حتى ملاك يعني انتم جايين متاخرين بجوز تقولوا ما منلحق او منلحق او 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 الخ الخ. شوفوا اصدقائي هذا الاختبار مكتوب انه راح ينعمل بالشهر الاول، لكن احتمال كبير ممكن ياجلوه، ممكن يصير بالثالث بالرابع، فديروا بالكم تيأسوا. ها يعني انتم حطوا احتمال انه لا احنا رح ندرس للشهر الاول وعم نشد انه نقدم بالشهر الاول، لكن احتمال كبير كمان يصير بالشهر الرابع الخامس، ما حدا بيعرف يعني الله اعلم، فديروا بالكم تيأسوا. ها اللي بيأس بيروح فرصه كثير من ايده، يعني ممكن امتحانات تنعمل كمان بالشهر الرابع او الخامس غير هاد، لانه اول امتحان دائما بيكون هيك ملخبط شوي بما انه اول مره بنعمل هذا الشامل، فخليكم دائما حاطين امل بهالموضوع، ديروا بالكم اصدقائي. يلا هلا رح نحل شوي. طبعا اليوم رح نطلع على التسعه. عندي سؤال. قولي لي. هو بس بنعمل مثلا شهر واحد، مو مثلا امتى يعني؟ هو مو دائما مفتوح بس باوقات معينه وهيك؟ لا هلا شوفي، هو من زمان كان اختبار، كل جامعه تعمل اختبار، يعني كل جامعه لها اختبار خاص بها ما دخلها باللي غيرها. هلا لا هلا قالوا رح نعمل اختبار واحد بالشهر الاول، طبعا لسه ما تحدد 100% انه بالشهر 100%، لكن ممكن يعملوا بالشهر الاول، وانا بصراحه من الاشخاص اللي بقول انه ما رح ينعمل بالشهر الاول منطقيا لانه ما رح يلحق برايي، طبعا بجوز رايي يكون خطا بجوز ما يتزبط معي يعني. لكن منطقيا انا برايي ما رح نعمل بالشهر الاول. والشغله الثانيه الاهم انه في جامعات ممكن ما تقبل فيه فتعمل امتحانات خاصه فيها، يعني مثل مثلا رح اطرح مثالها جامعه اسطنبول مثلا، هي رح تقبل في اسطنبول بس مثلا جامعه اسطنبول ما قبلت، فبتعمل امتحان بالشهر الرابع الخامس يوس خاص بها. عرفتوا شو الفكره؟ فانتم خياراتكم لساتها حلوه يعني. لانه انا يعني مره البلد فبصير اجي بهالوقت، عرفت كيف؟ فانه الامور ملخبطه. هلا لخبطه ايمت بدها تصير هاي؟ هلا لخبطه ما راح تصير انا بعتقد. ليش؟ لانه راح يعلنوا قبل بشهر، يعني انا بعتقد الشهر الجاي راح يبين الخطه الكامله، راح تبين، راح تفهموا شو راح يصير وراح نفهم شو الترتيب كامل. عرفتي كيف؟ فهمت عليك. هي هي، اما صراحه الى الان قرار واضح ما في، لكن راح ينعمل الامتحان، راح ينعمل اكيد يعني، لكن وقت الامتحان الى الان في شويه لخبطه مثل ما بيقول. هلا نحن ما علينا منه، هلا راح نحل التست الثاني. طبعا اصدقائي اليوم بس مجبور اطلع بكير شوي، عندي ظرف خاص والله. هلا او مو التست الثاني، التست دقيقه بدنا نصعب شوي المستوى، معلش معلش كنت تحملوا شوي. نحن هذيك المره حلينا هون، حنروح على التست خمسه. يلا أركض أشلار تيست خمسة. طبعا حأعطيكم أول سؤال دقيقتين تحاولوا فيه، ما زبط دغري بنشتغل سوا. يلا قولوا يا رب.
هو طلع معنا شيء؟ أنا لا. طيب هلا شو عم يقول؟ أول شيء بنقرأ عم يقول A B C مثلث متساوي الأضلاع، يعني هي 60 هي 60 وهي 60. طيب ما في أي مشكلة، كلام جميل. ركزوا معي شوي، شوفوا ركزوا منيحة. هلا هاد 120، ليش 120؟ لأنه الزاوية كاملة 180. طب مو هو عم يقول بي دي يساوي اي بي؟ طب كثير كلام جميل، طالما هدول الاثنين متساويين معناتها هي الزاوية وهي الزاوية نفس بعضهم، كثير كلام حلو. معناتها هي الزاوية إذا هي 120، هي ثواني نقرب شوي، هي 120 معناتها هي الزاوية قد هي الزاوية، قد ايه مجموع زوايا المثلث؟ 180. طب معناتها هي 30 وهي 30، لاحظوا 30 و30 60 و120 180. طب هي وهي متقابل بالرأس، معناتها هي قديش؟ 30. 30 60 معناتها هي شو؟ 90. طيب نحن اتفقنا على شغله ثانيه، شوف هلا مشان انسوا لي الاكس. هلا حاليا عم يقول هو بي سي 9. شوفوا اصدقائي، هلا هو عم يقول هي 30 30 معناتها اذا فرضت هي هي كمان شو بتكون؟ وهي كمان هو قال لي الاف هي نفسها بي دي ونفسها اي بي. طيب اذا المقابل ل 30 هو المقابل ل 90 قد ايه بيكون؟ 2 طب اطلعوا على من بي ل قد ايه صار طوله؟ من هون لهون هو ومن هون لهون 2 يعني صار 3 لك مو نحن اتفقنا المثلث المتساوي الاضلاع كل اضلاعه متساوي، يعني هذا كمان شو؟ 3 وهذا كمان شو؟ 3 طيب معناتها ال 3 شو هي؟ 9. معناتها ال قد ايه؟ 3. طب هو مين بده؟ بده الاكس. اذا هذا 3 هذا 6 لانه 2 المقابل ل 30 هو 3، المقابل ل 60 شو هو؟ 3 جذر 3 نفسه مضروب بجذر 3. وصل؟ إذا في حدا بده يعد له إياه بعيده. ما نفس آخر مقطع بعد ما حليت الـ A تعيده؟ طيب حأرجع أعيده من الصفر، زي شو أسرع يلا أحسن. يلا حنرجع نعيده من الصفر. شوفوا أصدقائي. هاي 120، شلون عرفت؟ لأنه هي 60 مثلث متساوي الأضلاع، طب هي 9 فكل الأضلاع 9، بي كمان 9. هلا معناتها هي الزاوية 30 وهي الزاوية 30، أنا فرضت هذا هذا طيب وهو قال لي بي دي نفسها اف، طب معناتها هذا كمان طب مو هي الزاوية 60 لأنه مثلث متساوي الأضلاع؟ طب هي 30 معناتها هي كمان 30 تقابل بالرأس. طيب هلا معناتها هي 90 إجباري، إذا المقابل ل 30 هو المقابل ل 90 مو هو 2 أصدقائي، والمقابل ل 60 مين هو؟ جذر 3 مثلث شهير. طيب إذا بتطلع على بي، بي هو 2 و يعني 3 3 هي شو؟ 9، فالآ الوحدة 3. طيب إذا هي 3 المقابل ل 30 هو عم يعطينا 3، المقابل ل 60 شو بده يعطينا؟ الآ 3 بس بشو مضروبة؟ بجذر 3. وصلت هلا ولا لا؟ ايه وصلت. ممتاز. طيب ننزل على السؤال الثاني يلا. يلا اقرأوا المعطيات منيح، ظبطوا أموركم.
طلع معنا شيء؟ لا ما طلع معي إيه. طيب ركزوا معي، شوفوا عم يقول تعال نفرض هذا اكس بي اي، انا فرضته اكس من عندي والسي اف واي. هلا ركزوا معي شوي، شوفوا شو عاطينا. عم يقول ا بي سي، ا بي سي ودي اي اف مثلثات متساويه الاضلاع. طيب معناتها هذا اكس زائد 2، فهذا الضلع شو بيكون؟ اكس زائد 2، والآ سي برضه اكس زائد 2. طب اي اف شو هو؟ هو واي زائد 2، معناتها هذا كمان شو؟ واي زائد 2 وهذا واي زائد 2. طيب شو رايكم اصدقائي نعمل هالحركه الظريفه؟ شو عم يقول هو؟ عم يقول بي اف 18. طب تعالوا نجمعهم، البي اف هي اكس و2 واي، يعني اكس زائد واي زائد 2 هي 18، معناتها اكس زائد واي هي 16، صح؟ طيب كثير كلام جميل. هلا اذا بتطلع على المثلث اي بي سي بنشوف شو بده. اول شيء نقرا شو بده، بده المحيطات، محيط اي بي سي ومحيط دي اف. طيب شو رايكم نجمع محيط اي بي سي؟ الاي بي سي هو اكس زائد 2 واكس زائد 2 واكس زائد 2، يعني كم اكس؟ 3 اكس. وكم 2؟ 3 اثنينات يعني 6. طب تعالوا نشوف دي اي اف، دي اي اف. طيب دي اي اف هو اصدقائي واي زائد 2 واي زائد 2 واي زائد 2، يعني كم واي؟ 3 واي زائد 6. طيب هو هذا المطلوب. طب 3 اكس زائد 3 واي زائد 6 و6، هون بقول 6 و6 12. طيب تعالوا نسحب الثلاثة عامل مشترك، شو بيبقى عندي؟ اكس زائد واي زائد 12. لك اكس زائد واي ما حسبتها؟ بلا والله. طيب 3 ضرب الاكس زائد واي 16، 3 ضرب 16 أصدقائي 48، زائد 12 48 زائد 12 60، يعني الجواب 60. وصل؟ يعني مو هالصعب كتير، لكن بس بده انتباه شوي بالتركيز. تمام؟ تمام. في حدا عنده أي مشكلة؟ ممتاز، تعالوا نشوف اللي بعده، يلا. هذا حاولوا فيه أنتو، معكم كمان دقيقتين. كان في شيء مثلث 7 12 15؟ لا 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 9 12 15 قصدك. اوكي طيب، بس انت تقريبا قربتي على فكره. حاول الاقي بيناتهم يعني شيء شغله كومن بس ما عم لاقي. طيب شو رايك نعمل هالحركه؟ مو عم يقول هو، عم يقول لنا انه ا بي تساوي ا سي. اذا نزلت من هون قائم، متفقنا انه القائم بيقسمه لقطعتين متساويتين، صح ولا لا؟ بلى. طيب هلا 25 و7 32 نصها، مشان اقسمها لقطعتين 16 ب 16، صح؟ بلى. طيب اصدقائي اذا 16 هي بقي لها 9 لانه 7 و9 16، وهون
16. طيب مو في عندي مثلث شهير بيقول 9 شغلة 15، هلأ قلت لي إياه 9 12 15، نحن مو عندنا مثلث الشهير اللي بنعرفه وما بنخربط فيه. 3 4 5 صح؟ اضربوا هاد ب3، اضربوا هاد ب3، اضربوا هاد اللي تحت ب3. 3 ب3 9، 5 ب3 15، 4 ب3 12، تمام لهون؟ طب طلعوا على هذا المثلث اللي انا ساويته بالازرق، هاد شفتوه؟ كمان هذا مثلث شهير. ال 16 هي 4 ب 4، وال 12 هي 3 ب 4، 3 4 شو بتعطينا؟ 5. ليكو قبل شوي كتبته، طب بشو مضروبه بس؟ ب 4، 5 ب 4 20. مره ثانيه على السريع بنقول 3 4 5، ضربنا هاد ب 4، ضربنا هاد ب 4، ضربنا هاد ب 4، 12 16 20. وصل؟ يا استاذ ممكن تشرح اخر خطوه؟ ما فهمت عليك، معلش مره ثانيه. اخر خطوه، اخر خطوه انت قلت 16 عيونك طلع الضلع الموازي، الضلع المقابل ل 90. ايوه هي طيب نظرية طلع في عليك. نظرية أخرى. أيوة في عنا مثلث شهير نحن بنقول له 3 4 5، اوكي لهون؟ أيوة طيب انت مو عندك طلع هون 16 وهون 12؟ أيوة طيب درو الأربعة كيف بتصير 16 لما بضربها بأربعة؟ و3 كيف بتصير 12؟ أيوة فهمنا ضربناها نفس بأربعة، الطريقة. أيوة فهمنا فبدك تضرب بنفس العدد، فالخمسة بشو بدك تضربها؟ بأربعة، 5 بأربعة 20. 20. وصلت هلأ؟ ايوه شكرا. أنت الجديد صح؟ ايوه انا الجديد. هلأ أنت جاي اليوم على مستوى صعب، يعني عم نحل نحن بالتستات الأخيرة، فإذا عم تفهم شوي ممتاز، ولو شوي ممتاز نص نص كده بيزو بفهم ممتاز. بيزو إيه بفهم. طبيعي طبيعي، يعني أنت كمان بالنهاية بدك بس شوية تدريب يعني. نعم ان شاء الله. يلا تعالوا نشوف السؤال هون، عم يعني يقول اف دي سي ايكوليترال. يلا كمان انتم حاولوا لي فيه احسن، انا بدي اياكم انتم تحاولوا، يعني هدول ستينات بس رح ساعدكم بالمعطيات، هدول ستينات. يلا كملوا لحالكم. كثير قديش سي ما سمعت والله. طيب تعالوا نشوف 2 اف بي تساوي بي سي، 2 اف بي تساوي بي سي. طب تعالوا نظبط المعلومات، معناتها البي سي هي 2 كي مثلا ضعف، لانه عم يقول بي سي هي ضعف اف بي، فالاف بي بتكون كي وحده. طيب تعالوا نتساعد شوي بالمعطيات. هل أصدقائي هاي 30، هاي 30 تقابل بالرأس، شلون عرفت إنه 30 هاي؟ 60 30 90 إجباري، 60 و90 بدهم 30. طيب هلا هاي 60 تكملتها 120، فمعناتها هاي كمان 30، وكان فيني أعرف إنه هاي 30 بطريقة تانية. كيف؟ قال عندي 60 و90 فالرأس شو بيكون؟ 30 إجباري. هلا المقابل ل 120 هو 6 جذر 3. تعالوا أذكركم بهالمعلومة الخطيرة، كان في عندنا مثلث شهير اسمه 30 30 120. شو بيقول هذا المثلث؟ بيقول إذا كان الضلع المقابل ل 30 هو A، فالضلع المقابل ل 120 هو A جذر 3. طب مو المقابل ل 120 هو 6 جذر 3، يعني A جذر 3. طيب معناتها الآ قديش أصدقائي؟ 6. طيب معناتها هذا 6
وهذا 6. هلأ بنشوف إذا رح نستفيد منه. قال طبعاً رح تستفيد منه، يعني لابد من أنك تستفيد منه. هلأ هو بده الدي سي اللي هي إكس. طيب آها شلون بدك تحسبها لهي؟ قال ببساطة إذا بتطلع على هذا المثلث، مو هذا 60 وهذا 60 وهذا 60. طيب مو نحن عنا شغلة أصدقائي، بدي أكون تركزوا منيح، هرجع أمسح مشان بس ضبط الشكل. بدي أكون كتير تركزوا هون، هذا 60 وهذا 60 وهذا 60، هذا 30. طيب نحن عنا هذا كي، فالمقابل لتسعين شو بيكون؟ 2 كي مثلث شهير. طيب وهذا كان عنا 2 كي، لك مو هذا، مو هذا اتفقنا نحن إنه هو مثلث متساوي الأضلاع 60 60 60، معناته هذا كمان شو 3 كي، وهذا ال دي اف كله مو 3 كي لأنه مقابل ل 60 بالمثلث المتساوي الأضلاع، الأضلاع الثلاثة متساوية. طيب إذا هي 2 كي شو بقي لهي قطعة كي واحدة للتوضيح، إذا هاي 2 كي بقي لها كي. طب الكي حسبتها قبل شوي 6، كتير ممتاز. طب إذا الكي 6 هو شو بده؟ بده لثلاثة كي، 3 بستة 18، يعني دوخة مثلثات. عيد وصل شو الترتيب؟ وصل ممتاز. طيب منشوف اللي تحته. احنا صرنا بخمسة، يلا نشوف. طيب ححط لكم المعطيات بس. عم يقول A B يساوي A C و A C يساوي A D، يعني هاي ألفا، هاي شو بتكون؟ برضو ألفا لأنه مثلث متساوي ساقين. طيب نفس الفكرة، A C يساوي A D، معناتها إذا هاي بتا ما بحطها ألفا ما بصير، هاي شو بتكون كمان؟ بتا. تعالوا نشوف المعطى الأخير B A D 94. B A D كلها طبعاً إذا بتلاحظوا إنه هذا الشكل بيشبه الهرم. طيب بده بي سي دي، هاتوا لنشوف كيف ممكن تفكروا لنا فيه. هلا هي مثلاً نقول إنه 94 زائد 2 ألفا بتساوي 180. خطأ. رح أقول لك ليش يا ملك. شوف ال 94 يا ملك لهي الرأس ولهي الرأس، فما بصير. احذري شو كان فيك تعملي، فيك تعملي هيك إذا بدك مشان تسهليها على نفسك. سمي هي X وسمي هي Y. هلا شو بتقولي؟ بنقول زوايا المثلث هون قديش؟ 2 ألفا زائد X شو يساوي؟ 180. عرفتوا كيف؟ لأنه هذا المثلث، المثلث اللي على اليمين اللي هو آ سي دي 2 بتا زائد واي زائد واي يساوي 180. هلا اجمع المعادلات 2 الفا و2 بتا واكس واي يساوي 360. تمام لهون؟ بالله العظيم اكس واي سوا قديش قال لي قياسهم؟ 94. هدول قديش قياسهم؟ 94. تعالوا ننزل شوي لتحت بس. يلا هلا تعالوا نقول ال 94 اول شيء. انت لخبطت فحطيت 2 الفا، هو لازم واحده الفا واحده بتساوي وين قصدك؟ هلا سمحتي انت مالك شايفتيها؟ لا يمكن الشاشه عم تفصل بعد. ايه ممكن. طيب زي يساوي 360. هلا شو بنعمل؟
بنشوف شو بده أصدقائي. إذا بننتبه شو بده، شوف بده بي سي دي، بي سي دي بالله العظيم مو هو هاي كلها؟ طب مو هو ألفا وبتا سوا؟ طب شو رأيكم نحسب ألفا وبتا؟ شلون بدكم تحسبون ألفا وبتا؟ تنقلوا ال 94 على الطرف الثاني. يلا احسبوا لنا اياها، طلعوا لي الجواب. ميتين وستة وستين، 133 بيطلع قصدك 266. اثنين ألفا زائد اثنين بتا يساوي 266. طب أنا ما بدي ألفا وبتا ولا بدي اثنين ألفا واثنين بتا؟ بدي ألفا وبتا صح المطلوب. شوفوا ألفا وبتا. طيب إذا قسمنا المعادلة على 2 شو بيبقى عندي؟ ألفا زائد بتا 266 على 2 133. هاي هي وصل، هاي بالتفصيل الممل للممل. ننتقل على اللي بعده أصدقائي. يلا اللي بعده. يلا ذكرونا فيه. هلا هو 90؟ 90، ليش 90؟ على أي أساس قلتي 90؟ على أساس إنه عنا مثلث متساوي الساقين. وين؟ إيه؟ طيب مين قال انه 90؟ ما عرفت. اظن 40. طيب. طيب لا الجواب 100 اصدقائي، بده 1000 هو. طيب ببساطه ركزوا معي شوي بس، مو هو مثلث متساوي الاضلاع؟ معناتها هي بتا هي بتا، هي الزاويه بما انه متساوي الاضلاع المفروض كلها شو تكون؟ مو 60؟ طيب صح ولا لا؟ طب إذا هي 60 كلها وهي بتا، هي
شو بتكون؟ 60 ناقص بتا. بدي اياكم انتم تحلوا، والله والله انتم لازم تحلوا صراحه افضل يعني. طيب وهي شو بتكون؟ 60 ناقص بتا. هذا مبدا الحل. عرفتوا ليش 60 ناقص بتا ولا لا؟ الو طيب ما دام هيك ما عرفتوا ليش ولا ضعتوا؟ ليش حسكم ضعتوا؟ طيب معلش معلش عادي عادي جدا، ولو السؤال ما فهمته. طيب خلص، كل سؤال صعب رح نعمل عليه حركة يؤجل للدرس القادم، تمام؟ يوم السبت بدرس الآي كيو، بس لما نفتح الدرس قولوا لي حل السؤال السادس زكاتك، أوكي؟ حسيتكم تعبتوا منه، خلص. طبعاً هو الحل كله أصدقائي فكرة واحدة، اللي حابب بالبيت يشتغلها، بما أنه مثلث متساوي الأضلاع يعني الزاوية 60، وهي بتا فهي 60 ناقص بتا، وهي كمان نفس الشيء، وعندي مجموع هدول التنتين 110 على زوايا المثلث بيشتغل، بس يعني هي 60 كلها مجموع زوايا المثلث 180 تطلع معي. بس خلص ضعتوا شوي، خلونا للدرس الجاي. حتى رفقاتكم اللي بالصف لما حليت لهم اياه بالصف ضاعوا فيه شوي. خلص الدرس الجاي ان شاء الله بنشتغل فيه، بس ما خلصنا لسه. يلا سؤال 7، طبعا هذا ابسط شوي. يلا حساعدكم بالمعطيات. عم يقول الـ ABC مثلث قائم يعني زاويته 90. طيب بعدين عم يقول AB يساوي AC، AB يساوي AC. طيب بس دقيقة، مو هي ألفا وهي ألفا؟ معناتها أصدقائي 90 وألفا وألفا إجباري 45 و45، ما في غير هالاحتمال يعني. وبي سي عم يقول بي سي يساوي ادي. طيب شو بدنا نعمل بهي الحاله؟ طيب شوف، في ملاحظه بدي اياكم تكتبوها على هذا السؤال او اي سؤال بيشبهه، مو شرط قائم. لما بشوف مثلث متساوي الساقين يعني هذا الضلع قد هذا الضلع، دوما بعمل هالحركه، برسم الارتفاع اصدقائي. ليش؟ لانه دائما الارتفاع كثير بيساعدني على كثير شغلات. شو هي هي الشغلات؟ شوف، لما نزلت ارتفاع اصدقائي، هذا الارتفاع بيكون متوسط للضلع ومنصف للزاويه، يعني هي بتصير 45 وهي 45، هي متفقين عليها نحن، وهي 45 وهي 45. وفي شغله ثانيه، مو صار عندي 45 45؟ معناتها هذا كمان قدهم، تذكرتوها الثلاثة بواحد، هاي القاعدة قلت لكم كتير 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 مهمة. طيب إلى الآن ما خلصنا. طيب شوفوا شو عم يقول. طيب إذا هذا X أو Y، Y بما أنه في X، هذا كمان شو بيكون؟ برضو Y، وهذا Y. طيب شوفوا شو عم يقول. عم يقول BC يساوي AD، البي سي هو 2Y يساوي الآدي. طيب حلو كتير، إذا بننتبه على المثلث هي H A H D، إذا بتطلعوا على آدي مو هو 2Y؟ طيب إذا بنطلع على الزاوية اللي بتقابله مين هي؟ 90. طيب بنفس الوقت اطلعوا على الدي أصدقائي، الدي مو بتقابل الضلع واي؟ طب دقيقة، وين هذا المثلث يلي فيه زاوية ضلع 2Y وهذا واي؟ بأي مثلث بصير هذا الشيء لك؟ مو بالمثلث 30 60 90؟ المقابل لل 30 هو نص الوتر، تمام؟ ايمت بيطلع معي 2Y وواي ومثلث قائم؟ حصرا 30 60 90، معناتها هي الزاوية اللي هي دي قديش؟ 30. فهمتوا شو عملنا ولا عيد؟ هنعيد مرة تانية على السريع.
حسيت فتنة بالحياة. أنتوا معي عم تسمعوني؟ تمام. مرة تانية عم يقول أبي يساوي أسي. نزلت ارتفاع، الارتفاع بيكون متوسط، معناتها هي 45 وهي 45. هي واي فرضتها، هي واي، هي كمان شو بتكون واي لأنه مثلث متساوي ساقين. طيب هلا هذا الوتر 2 واي شو عرفني؟ هو اللي بي سي يساوي ادي، هو اللي قال. طيب ليك هلا اصدقائي اذا بنتبه على شغله، مقابل ال 90 2 واي والضلع هذا واي، معناته الزاويه هي اللي بتقابله مين هي؟ 30 اجباري، لانه بس بالمثلث، بس بهذا المثلث 30 60 90. اذا المقابل ل 30 واي مقابل ل 90 2 واي فقط بهذا. طيب شو بدنا نعمل؟ قال هي 30. هلا تتذكروا طلعوا على سي دي، تتذكروا الزاوية الخارجية اللي هي 45؟ الزاوية الخارجية شو تساوي؟ مجموع الزوايا الداخلية، يعني x زائد 30. الزاوية الخارجية تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين، يعني 45 تساوي x زائد 30. فالx قد 15. على ده وصل؟ وصل ولا نعيد؟ وصل. حلو، شو شكلكم تعبتوا يا؟ يلا نكمل. اليوم كان عندكم مدارس أغلبكم يمكن. صح. يلا الله يعطيكم ألف عافية. يلا أصدق تعالوا نكتب المعطيات ونتساعد، بما أنكم تعبتوا أنا رح أحل معكم شوي. يلا عم يقول BED equilateral BED معناته هاد 60 هاد 60 وهاد 60. طيب هاي 90 هاي 60 هاي شو بيقلها لتصير 180؟ 30. هاي مو زاوية خارجية لهاد المثلث 60 اللي هي الدي الخارجيه شو تساوي؟ مجموع عفوا مجموع الزاويتين الداخليتين، هي ال 60 تساوي الزاويه اي هي زائد الزاويه سي. طب 30 زائد شو بيعطينا 60؟ زائد 30. لهلا انا عم امشي على المعطيات. ها هلا بشوف كمان شو ممكن اعمل. هي 60 وكلها 90 البي، فمعناتها هي 30. طب لسه ما خلصنا، في شغله ثانيه. شوف ال 30 90 هي قديش؟ 60 اجباري. شايفين عبيت كل الزوايا. تعالوا هلا نطلع بقى المعطيات. شوف المقابل ل 90 هو 2، المقابل ل 30 شو بيكون؟ 1. المقابل ل 60 شو بيكون؟ جذر 3. وهذا جذر 3 وهذا جذر 3. ليش هذا جذر 3؟ لانه اصدقائي مثلث متساوي طول الاضلاع متساوي مع الزوايا. تماما. شوفوا المقابل ل 30 هو جذر 3. طب المقابل ل 30 مثلث متساوي الساقين نفس الزاويه 30 و 30، فالاكس قد جذر 3. وصلت ولا لا؟ ممكن تعيدها؟ تكرم عيوني. مره ثانيه شوف عم يقول BED is an equilateral triangle. طيب معناته طالما equilateral معناته زوايا 60. هل ركز معي شوي. شوف هاي 60 وهي كلها 90، معناته هي قد ايه بقي لها؟ 30، لانه 30 زائد 60 90. طيب هاي 30 وهي 90 قد ايه رح تكون الزاويه الثالثه بالمثلث؟ 60. تعرف انه مجموع زوايا المثلث 180 صح؟ ايوه تمام. طيب في مثلث شهير ذكرت لكم يا اليوم مرتين، المقابل ل 90 2، المقابل ل 30 1 نصه، المقابل ل 60 هو نفسه المقابل ل 30 بس مضروب بجذر 3. طب 1 ضرب جذر 3
جذر 3 تمام. هلا شوف عندك 60 60 60 يعني جذر 3 جذر 3 جذر 3. هلا طلع على هي، هي مو 90 وهي 60. في عندنا شيء اسمه الزاويه المستقيمه، الزاويه المستقيمه قياسها قديش؟ 180. طيب 90 و60 150 قد ايه بقي لتصير 180؟ هي 30 تمام؟ تمام. هلا اطلع على هذا المثلث، هي 90 30 و60 90، هي 90 وهي 60 قد ايه بقي لهي؟ 30. ايوه ايوه طيب طلع مو 30 و30 صح. طب اول 30 عم تعطيك جذر 3، ثاني 30 اجباري بده تعطي نفس الضلع، مثلث متساوي الساقل جذر 3. وصل؟ وصل ايوه. استاذ بس مضطر اطلع من الدرس. اوكي نحن ذاتنا رح نحل سؤالين كمان وبس. الله ييسر. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا تسعى.